السائل أحسن الله إليكم، البعض يجرحه أهل العلم بسبب ما عنده من مخالطة وتأصيلات باطلة وطعن في المشايخ، فيفتي المشايخ بهجره ومفاصلته. كيف أعد يا شيخ؟ يقول البعض يفتي المشايخ السلفيون يفتون بهجره بسبب ما عنده من مخالطة وتأصيلات باطلة وطعن في العلماء، فيأتي البعض ويقول هذا لا يلزمني، أي هجره بما أفتى به المشايخ، وإنما يلزم المستفتين فقط. هذه سفسطة، أقول هذه سفسطة. أنت يلزمك قبول الحق، يلزمك قبول الحق. خطر هذا المفتى بهجره بعد استيفاء أمر وشروط هجره والقول بهجره، هل تظن أن خطره فقط خاص بمن استفتى، أن خطر هذا لا يتعدى إلى غيره؟ هذه من السخافة، هذه سفسطة بارك الله فيكم، وهذا هو التحذلق في الكلام. هنا إذا أنت الواجب عليك شرعا أن تتبع الحق وأن تحذر الباطل وسبل الغواية، الواجب عليك، وهذا في هذا المقام بما أن أهل العلم بيّنوا ذلك بالحجة والبرهان، وجب عليك أن تنقاد. ما الذي يمنعك من الانقياد؟ إلا الهوى، لا يمنع من هذا إلا الهوى، نسأل الله العافية. يعني لما يفتي مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مثلا في ذاك الوقت لما أفتوا ومنعوا من مخالطة أو قالوا بهجران محمد المالكي مثلا محمد علوي، تقول ما يلزمنا؟ يلزم أن استفتى الشيخ بن باز؟ يجوز هذا؟ خطر هذاك على فخطر المستفتين؟ من يقول بهذا يا شيخ؟ نسأل الله العافية. نعم.